مساكم الله بالخير مشاهدي الكرام، وحلقة جديدة من برنامجنا برنامج رياضة. اليوم حلقتنا أكيد راح نتناول فيها دورينا، دوري نجوم كيو ام بي، وأكيد راح نتكلم عن حظوظ الفرق اللي راح يكون لها نصيب الفوز بلقب هذا الموسم. ثلاث أندية يعني تتنافس على اللقب، عندنا دحيل، عندنا الريان، عندنا السد. طبعا حظوظ متفاوتة، يعني تحيل في الدرجة الأولى، الريان في الدرجة الثانية، السد الدرجة الثالثة، ولكن كل الثلاث أندية لها حظوظ الفوز. أيضا راح نتكلم عن صراع الهبوط، يعني مثل ما في تنافس في المقدمة أيضا فيه صراع من سيهبط من دورينا. كل هذا راح نتكلم فيه، وبالتأكيد الجماهير مثل ما هي يعني تتابع شؤون مباريات الدوري، ايضا هي تتابع اخبار الانتخابات. اليوم او امس عفوا تم اعتماد القائمه، قائمه عبد العزيز ليطي في نادي العربي، سبق ذلك تم اعتماد قائمه الشيخ حمد السحيم. اذا نادي قطر ونادي العربي ايضا من الانديه اللي تنتظرهم انتخابات حاره في هذا الموسم. جماهير الانديه العربي وقطر ينتظرون من هو الرئيس القادم، جاسم حمد بن ناصر او حمد السحيم في نادي قطر، او خليفه بن حمد بن يابر، او عبد العزيز الليطي في نادي العربي. ايضا نادي القرافه لا زال ايضا ينتظر ترشح رئيس لنادي القرافه، سعد الشيخ جاسم بن ثامر لحد الان ما اعلن عن ترشحه، ولا اي شخص ترشح لنادي القرافه. نادي الاهلي عبد الله الملا نقول له مبروك فوزك في رئاسه نادي الاهلي. يعني تقريبا كل الانديه أمورها استتب الأمر فيها عدا القرافة والعربي ونادي قطر. قبل ما ناخذ أو خلونا ناخذ عناوين حلقتنا لهذا اليوم. في دوري نجوم كيو ام بي السد كسب القمة أمام الدحيل والريان على بعد نقطة من الصدارة، وكل الحسابات لا تزال مستمرة هاربا من الهبوط. من الدوحة إلى بيروت رسالة بالقول والفعل، لبنان في قلوبنا. الخريطيات إلى دوري النجوم وعقوبة اتحادية لفهد شنين في أبرز عناوين أخبار رياضة. والاتحاد الآسيوي يصدر جداول مباريات دوري أبطال آسيا، والسد ودحيل يبدأان في 15 من سبتمبر. كانت هذه عناوين حلقتنا اليوم. لجنة الانضباط أيضا أصدرت قرارات تهم الشارع الرياضي، يمكن أبرزها، يمكن يعني قبل دقائق تقريبا أصدرت هذه القرارات، يمكن أبرزها اللي هو إلقاء عقوبة الإيقاف، إلقاء الكارت الأحمر من اللاعب، شو اسم اللاعب اللي انطرد؟ خليفة سعد المالكي. ها؟ خليفة المالكي. خليفة المالكي، ألقي الكارت الأحمر من خليفة المالكي وتحول إلى كارت أصفر. هذه يمكن أبرز القرارات، راح نقراها لكم القرارات اللي جات من لجنة الانضباط. لكن خلونا نرحب بالكابتن عادل الملا. انا ابدا من على اليمين. على اليمين انا ابدا من على اليمين، يعني انت تحترم الكابتن خالد سلمان وانا احترمه والجمهور يحترمه، لكن انا ابدا من اليمين العدل. الله يسلمك يا راشد، بعدين انت نجم يا اخي. الله يسلمك، كل النجوم كلنا مهلخور اليوم. نرحب فيك عادل الملا. ابو محمد مرحبتين، حلو الستايل الحلو يا اخي. والله عيونك الحلوه، وانا دائما انتظر هاي الجلسه من سنه لسنه، احنا نلتقي دائما. اي والله، لان ملتقي جلسه موسميه. ايه، فالساعه المباركه، وسعيد جدا بتواجدي وياك، سعيد جدا متابعينك صراحه للبرنامج رياضه، ان نكون ان شاء الله وياهم في الماده الحلوه الموجوده عندك. مشكور يا ابو محمد. احنا حنا بنقرا الخبر اللي جاء من لجنه الانضباط. وينه؟ انا مش شايفه. ايكو، القاء
البطاقة الحمراء الموقعة ضد لاعب نادي العربي خليفة سعد. صح والله شككتوني يعني لما قعدت أقرأ قلت ليكون عطوني خبر بس بالغلط. خليفة سعد والاكتفاء بالبطاقة الصفراء اللي دخل على اللي بشكل غير بالبكرة صحيح. وفقا للمادة رقم 3 على 85 من لائحة الانضباط للموسم الرياضي 2019-2020 وذلك بعد التظلم الذي تقدم به النادي العربي على خلفية البطاقة الحمراء اللي حصل عليه اللاعب في مباراة الوكرة مع العربي والتي أقيمت يوم الخميس الموافق 6 أغسطس. اللاعب كان يبي يعكس كرة أو يعرضها، لا هو يبي يشتتها يقطع الكرة. أوكي يبي يعني خلاص. لا لا هو لاعب العربي هاجم ويبي يعكسها أو يعرضها. لا اللاعب العربي يأتي الكرة لاعب الوكرة ضاغط على اللاعب العربي بس الكرة أقرب اللاعب العربي على مرمى من؟ على لا 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 على مرمى العربي صوب ظهير الأيمن. لا يا أخي بلا بلا على من؟ الكرة الله يسلمك الكرة موجودة في رجل لاعب العربي لا لاعب الوكرة. أوكي وكان الظهير الأيمن الموجود بالنسبة للدفاع العربي الكرة مشتركة لاستقطاع الكرة قطع الكرة وكملت رجله بالدهس على قدم أنا شايف اللعبة أبو محمد بس هذه ما كانت على مرمى الوكرة لا 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 هذه في منطقة الظهير الأيمن للعربي جهة اليمين أوكي أنا آسف نعم لما لعبها جات رجله على ساق اللاعب نعم أوكي. والكل كان يتكلم عنه كلامنا. مو هذا الكلام العربي كان يبحث عن 3 نقاط ليقترب يعني يحاول أن يقترب بالنقاط أنه يكون قريب لو ولو أن كانت المباراة بالنسبة للمباراة هذه أن الغرافة كان متأهل للمركز الرابع صح؟ لا لحد قبل المباراة لا يوم هذه المباراة لا صحيح أتفق معك فش ذنب نادي العربي أنه يلعب من الشوط الأول منقوص لاعب وهو يحتاج إلى نقاط هذه المباراة واليوم لجنة الانضباط تلقي هذا الكرت الأحمر زين أوكي لقيت أنت عني عن إيقاف الساعة المباركة إيش ذنبي أن ألعب شوط أول منقوص وشوط ثاني منقوص وأنا أبحث عن 3 نقاط للمنافسة في المربع يعني تبي أعطيك الحين حقك ولا ما تبغي يعني هاي اللي أنا أقدر أسوي أنا لجنة الانضباط بس بعد المباراة أنت تظلمت لي وانا انصفتك لا لا انا شو اسوي في التسعين دقيقه ما اقدر ادخل واقول رجعوا اللاعب لا خالد قصدي يعني من جانب التحكيم اي انا معلش يعني اثناء المباراه لا 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 ماشية. لا خالد سلمان يقول ان ايش ذنبي انا كلجنه لا لجنه الشمع بعد الجوله دايما انا ما اقدر اعطيك الثلاث نقاط انا قصدي يا جماعه الخير انه في ظلم العرب احنا قبل دائما نظلم الحكام والمساعدين الان العمليه مش عمليه حكام عملية بار موجود جدامنا وفي مراقبين عليه محكمين من فوق نعم صاحب القرار هو صاحب الكلمة الأخيرة الحكم لكن حكم الساحة لكن يعني قرار مثل هذه القرارات الموجودة اللي تأثر على مجريات المباراة يجب أن يكون هناك في أنا القصد فيها لا يمكن أن الفار يقدر يعديها بالطريقة ذي لا يمكن قرار الحكم أن يكون يعني خلنا نقول يعني جزء في المية ممكن يكون خطأ لكن احنا في المرحلة الأخيرة يا جماعة الأخطاء مالت الفار كثيرة صارت المتكررة بالنسبة للتحكيم وحسمت مباريات يعني غيرت نتائج يعني هذه الشيء اللي ضايقك عيل احنا ايش ذنب ذلك الحكام اللي كانوا يحكمون في السابق ما في لا فار وهو والمساعدين اللي عنده على اللعبة الحية الأولية على اللعبة الأولية لا ويصير ان الحكم يعمل والحكم يترك والحكم متحامل والحكم هاي انت اليوم مع الفار شو تقول يعني في هالكلام اليوم يعني الصراحه ومش هذه المباراه فقط احنا ما نتكلم عن مباراه العربي والوكره فقط لا هي كانت مباريات السابقه كذلك 4-5 مباريات فيها صحيح لجنه الانضباط كانت اخذت ايضا قرار بايقاف اللاعب فهد شنين في الاسبوع الماضي بسبب أنا كنت ضده طيب اليوم أيضا بعد فيه قرار إيقاف اللاعب عبد الرحمن محمد لاعب نادي الوكرة بسبب الخروج عن الروح الرياضية لاعبين الوكرة محتفلين بعد المباراة وبدر من اللاعب يعني حركة اعتبرت يعني خارجة عن الروح الرياضية والتنافس الشريف على ضوء تم إيقافه
مباراتين وقرامة 10,000 ريال. فهد شنين كان مباراتين أو ثلاث؟ شلون؟ فهد ثلاث حتى نهاية الموسم. فهد ثلاث خلاص. ثلاث اللي هو خلاص يعني، وغرامة 20,000. لاعب الوكرة غرامة 10,000 ومباراتين. أيضا بسبب الخروج عن الروح الرياضية. حسن العتيبي معانا من أبو ناصر، مساك الله بالخير. مساك الله بالخير يا أبو عبد الله. طيب البداية أحب أرحب فيك والكباتن خالد سلمان والكابتن عادل ملة والمشاهدين خلف الشاشة. يا مرحبا يا أبو ناصر. ما شاء الله أبو ناصر اليوم الكوبرا مغطي الشاشة ما شاء الله. ما شاء الله ماخذ المنظر. يا أبو ناصر ماخذ أول شيء مسك بالخير أخوي حسن. مسك بالخير. ماخذ المنظر اللي وراك كله. أنت أصل بنفسك منظر حلو، الواحد يستمتع بشوفتك فيه. لكن أنت شايل منظرنا صراحة الجمالي الموجود بالنسبة لي لقطر. خليه يتكلم عادي خالد سلمان. الحرج والله شوفه. ويا حمر صار. إيه شوفه. خالد يتكلم عني بالنيابة عني أنا وهو واحد يا. وناصر اقول لك معلومه اخوي راشد. تفضل. تدري انا خذيت رقم 16 حبا وكابتن خالد سلمان. بدينا في المجاملات من هناك كل واحد الحين بيرفع حق الثاني. عطني 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 رايك يا اخي في القرارات اليوم، الغاء الكارت الاحمر، ايقاف اللاعب الوكره عبد الرحمن محمد. حق مشروع. ترى هالقرار يعني مش أول مرة في دوريات سابقة، يعني قد فيه قرارات كانت ظالمة حق اللاعب واستأنفوا فيها وخذوا فيها. أذكر منها فوزي بشير يوم كان لاعب نادي الوكرة طرد وهو كان لا يستحق الطرد وبناء عليه استأنف ولعب. يعني هذا تأيد مشروع. تأيد إيقاف لاعب الوكرة عبد الرحمن محمد على قرار إيقاف فهد شنين في الأسبوع الماضي. والله انا ما تابعت بدايه الحلقه الحين، لكن انا اول مره ادري على قرار ايقاف اللاعب الوكره صراحه. انت شفت اللقطه؟ شفت ما عندي تلفزيون. ما عندي. لا راشد. انا ما عرضتها، انا اقصد لك طلعت عليها قبل. وش اللقطه؟ فرحه لاعبين نادي الوكره. لا هذا صراحه اخوي راشد يعني طبعا احنا نرفضها بتاتا، يعني الحركه. تأيد الايقاف؟ أكيد يعني. وأنا بعد أضرب على يد من حديد في أي قرار مثل الأشياء اللي تبدر منها اللعيبة. الريان كلهم أيدوا في هذه الشنين. أيدوا قصدك يعني؟ أيدوا إيقاف. أنا أتكلم إيقاف. لا هو يتكلم عن اللاعب الوكرة. بس خالد سلمان معترض على إيقاف في هذه الشنين. خالد معترض على إيقاف في هذه الشنين. شوف ليش؟ أنا أقول لك بس معلومة بسيطة أخوي راشد. يعني قرار فهد شنين، اول شيء اللاعب بغض النظر كان يتكلم على نادي ولا التصرف اللي تصرفه هذا لا ينم صراحه عن لاعب مثل كابتن فهد شنين. هذا النقطه الاولى. اذا هو قالوا ما يتكلم على نادي الريان، اول شيء الحدث ما انقطع يا اخوي راشد. طلعنا من الملعب والتصوير كان داخل 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 غرفه تبديل الملابس. الحدث لحتى الحين ما انقطع، الفرحه لحتى الحين ما تواصله، وهو عبر عن الشيء هذا بعد نهاية المباراة بغض النظر كان يتكلم ولا ما يتكلم، لكن المعنى في بطن الشاعر يعني. خالد أوكي. أنا عجبني حسن في آخر جملة، يعني هو يعجبني في كل شيء على العموم، لكن بس آخر جملة أنت والله المعنى قال في بطن الشاعر. زين أنا ايش عرفني في اللي ببطنه؟ ليش أنا فسرت التفسير الآخر؟ ليش ما فسرته أن الدوري راح على العربي المربع ولا ليش المربع ما راح على الدوري ما راح على السد؟ ليش فسرت التفسير اللي هو راح لنادي الريان فقط؟ انزين انا كطرف محايد او ك يعني الان انا خلني اقول ان انا من وجهه نظر يعني شفت اللي مع القرار واللي ضد القرار. اوكي ممتاز. اوكي انا مش هامني الحين يتكلم عن الريان او عن السد أو عن دحيل أو عن العربي، ما يهمني. أنا أتكلم عن التصرف نفسه. هل معلش بس خلني أنا أفهمك. لا بس لحظة الحين أنت الحين معلش خلني أقول لك خلني أقول أنا لك. أول شيء من اللي عامل المقابلة؟ صديق له ولا قناة رياضية عاملت له؟ صديق له. صديق. زين أنا أضحك مع صديقي يا أخي،
ممكن اقول اي كلمه، اما صديقي اللي نزلها الصراحه على السوشيال ميديا بعد اي شيء ثاني خلاص يتحمل. انزين اوكي، بس انا اضحك وياك، انت ممكن لي قطات انا وياك، بس اللاعب غدوه انت صورتني بسناب نزلت غدوه، اللاعب غدوه يا اخي. لحظه طال عمرك، لحظه حبيبي، القدوه لما ايلس انا مع قناتك المفضله وتعمل وياي مقابله اتكلم بكل اسلوب يعني يليق بحديثي انا كلاعب وبسمعتي، بس لما انا اتحدث معاك يا راشد بسنابك انا متعود عليك يا اخي، ممكن اقطع عليك اي كلمه ابيها. زين اوكي، بما ان هذا المقطع طلع انتشر، تحمله خلاص، تحمل خالد، انت عملت هالشيء بشكل شخصي. لحظه عاد، انت عملته معاي بشكل شخصي والمفروض انه يتم ما بيننا، صح عادل ولا لا؟ فالان طلع، تحمل مسؤوليه. يعني انت الحين خلاص، انت الان تجني يعني او تاخذ عواقب الفعل اللي سواه اللاعب الثاني او هو اللي ما ادري من اللي انشره. طلع خلاص، تحمل مسؤوليه. زين، ولكن انت لاعب قدوه، انت لاعب محترف. اوكي، ايوه، الحركه يعني الحركه اللي الحركة طلع. الحركه بس، الحركه اي الحركه بس. اوكي، انت الان بعدين التصوير في غرفه الملابس، يعني لا زلت انت في اجواء الملعب، في اجواء والله المنافسه. والله يا راشد، والله لا، انا ما دافع عن القرار يا اخي، انا ما دافع عن القرار، والله ما دافع عن القرار. عشنا اللحظات هذه وعشناها في غرفه الملابس، بس الحمد لله ان كانت الايام ذيك ما فيها سوشيال ميديا. انزين، كان في اشياء تستوي مش في ارض في في, في غرفه الملابس بعد الفوز وبعد هذا اللي يستوي، اشياء صراحه لا تعد ولا تحصى. انت الحين ضد القرار، معاك انا والله مش مختلف معاك، بس انا اقول لك ايضا في ناس عادل ملا مع القرار، صح ولا لا؟ انت مع القرار في الثلاث مباريات؟ لا والله، لا مش انا ضد مساعد تقول انا مع القرار. لا ما رديت والله والله مساعد. لا والله ما رديت. يلا اوكي، انا ضد القرار من البدايه. انت اثر عليك خالد سلمان؟ خالد شو اذا اثر عليه، ما يحتاج انسان يا اخوي، ما بعد ما يحتاج يا خالد. عند البلاغه وعند انا ابغيك تعطي رايك يا اخي للجمهور، الجمهور قاعد يطالع، عطنا رايك. انا اقول لك خالد، راشد ومحمد، لو العربي بقيت له 7 مباريات وبيدخل المربع، أوكي، هل يكون هالقرار القوي يطبق على فهد؟ ليش ما يطبق؟ ليش العربي طالع من المربع من الجوله؟ انت قصدك يعني ايش الحين؟ انه يعني العربي لانه طالع، قصدي ان الموسم للنادي العربي شبه منتهي، فعشان كذي هم عطوها القرار. اعتقد لو العربي لين في 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 بطن المنافسه، في قلب المنافسه، ما يعني لجنه خارج. الانضباط بتجامل نادي العربي؟ انا احترم لجنه الانضباط. لا الحين انت كلامك لجنه الانضباط بتجامل نادي العربي؟ ما والله شافوا العربي عنده مباريات، شافوا بنخفف الـ 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 العقوبه، والله لان العربي خارج. لا حلو مش حلو، لا وقف عن هذه يا اخي، انت عطني رايك. وقف عن هذه، وقف لما تخمن كلامي تخمين. بعد في ناس قالوا لان فهد اثنين عليه تراكمات، طلع الكلام ولا لا؟ هاي من اللي يقوله؟ في ناس قالوا جمهور يقول. لا لا مو جمهور، لا لا لا، هاي من اللي يقول؟ لا طلع هالكلام، طلع من الجمهور، انه والله من هالريان طلع، انه والله فهد سووها مرتين وهي مره ثالثه، ولازم يعني الانضباط شوي ياخذون قرار حاسم. طيب حتى لو لنفرض التخمين، لا لا لنفرض ان كلامك هاي صحيح، لنفرض اوكي. بعد شيء حلو ان لجنه الانضباط، خالد يا اخوي تلفونك اشغلتنا واشغلت نفسك، لا كله على الموضوع، نحشوني شو اسوي بعد؟ انزين خلي الموضوع اللي بعدين، خلي الموضوع اللي بعدين، ما نرد عليهم؟ اي لا عقب عادل. انا اقول لك لو لجنه الانضباط بعد خذت في اعتبارها ان كان في امر سابق وتغاضت عنه، واليوم جات وطب، يعني هاي بعد شيء يحسب لهم. اول مره اوكي، مثل ما قال خالد سلمان، غير مقصود، انا ما ادري اذا هو كان في له شيء قبل او لا، وارجع اقول انا ما تبنى رايي الحين، لا انا مع اللاعب ولا انا ضد اللاعب، ولكن انا مع القانون او مع الحركه مو بحلوه. اوكي راشد، ايوه راشد، الموضوع لو انت كشخص مسؤول تمشي، يعني ممكن يمشي الموضوع كشخص مسؤول؟ صد عنا يعني، سواء في برنامج تلفزيوني ولا كصحافه ولا تويتر ولا إدارة النادي اللي في فهد ولا إدارة ثانية؟ إذا صديت عنه بعد أصد عن نغاف لاعب الوكرة؟ ما يصير. لا بس أنا أقول لك، لا ما يصير، يعني فهد اثنين الحركة اللي سواها قصد ولا بدون قصد تقدر تمشيها؟ يعني يمشي الموضوع عادي، ممكن يمشي، بس القانون فوق الاعتبار. يعني عموما في الأخير احنا نحترم قرارات لجنة الانضباط، حتى لو كان خالد سلمان أو عادل ملا أو أنا اللي وجهة نظر أو أي حد من الجمهور، ولكن في الأخير احنا نحترم قرارات لجنة الانضباط.
القانون لازم يمشي على كل اللاعبين على كل الأندية بشكل يعني عادل، يعني ما في مثل ما قال عادل لو في، لا أنا ما أعتقد صراحة. القرار نزل على الحالة، ما يدرون العربي خارج المربع داخل المربع كم مباراة باقي لها، هاي الموضوع مش في اعتبارهم يعني. مش في اعتبارهم. هل الريان في الحلقة الأخيرة يوم صدر القرار برنامج المجلس وغير أماكن ثانية، هل الريان قالوا والله القرار يعني كإيقاف كالعقوبة هذا ما يستحقها؟ هل الريان أول يوم عقب المباراة على طول؟ هل الريان منهم؟ هل الريان اللي تكلموا منهم؟ منهم مسؤولين، منهم لعيبة سابقين، منهم الموجودين في قالوا ما يستحق، ما يستحق العقوبة هذه. إنزين أوكي، في الأخير هذا رأي، رأيه هو يعني، رأيه هم الشخصي، مش هل الريان هل العربي هل لا، واحد اثنين ثلاثة أربعة، وفي بعد 5 و10 أيدوا القرار. الدليل القاطع مش موجود إن أساء لنادي لشخص معين، ما في دليل قاطع. عموما لجنة الانضباط في الأخير هي أدرى بشؤون القرارات اللاعبين والأندية، وأدرى هي بحيثيات القرارات اللي هم جزء من المنظومة، ونحن نحترمهم بالعكس. نحترم نعم، بس احنا وجهات نظر ونقولها، احنا الحمد لله حرية، عندنا احنا في بلد عندنا حرية الرأي. عندنا تقرير ان شاء الله، طلع تقرير الجولة. أيام وساعات قليلة التفاصيل فيها ستكون دقيقة وكثيرة فيما تبقى من عمر دوري النجوم، وكل الاحتمالات مفتوحة وقابلة للحدوث والتحقيق من التتويج إلى الهبوط. الخميس لعب الريان لنفسه أولاً وعلى نفسه اعتمد وركز داخل الميدان أمام السيلية، هدفه كان بوزن أكثر من نقاط وبطعم ربما يكون لقباً اشتاق له الجميع. على نهج الريان مشى الوكر، وأمام العربي لعب الكل في الكل، فلا مجال لإهدار ولا إضاعة، فالنقطة اليوم تعدل موسماً لا يريد أبناء الجنوب مغادرة فيه، فيما العربي استمر مع جماهيره لغزا محيرا، فعربي الكلاسيكو لا يشبه ما بعده. الغرافة واجه فرسان الخور الذين كادوا أن يحققوا المنال والمراد بفوز يضربون فيه أكثر من عصفور بإصابة، لكن الإيفوارية المتجددة بعد التوقف خطف منهم نقطتين لن يكون تحصيلهما سهلا في قادم الأسابيع. في لقاء الشحانية بقطر لا تسأل عن الحال، فهو متشابه، ضغط وبحث عن فوز بأي شكل أو ثمن كان، والخسارة أمر غير وارد ولا مكان ولا مجال لها، والتعادل في الختام كان سيد الأحكام. عجيب أمر أم صلال، وأين كان طوال الموسم؟ ولماذا انتظر حتى الخواتيم ليبين عن وجهه ومعدنه؟ ومع مرور الأيام يظهر واضحاً للجميع بأن كل ما فات كان بيدي لا بيد عمرو. الختام المرتقب والموعد المنتظر كما توقعناه كان وحضر، الزعيم بتباتا القديم الجديد يعود ويعيد ورقة الحسابات إلى التعقيد، ويؤكد بأنه لا يريد رمي المنديل، وحتى آخر صافرات الموسم هو منافس عنيد، فيما بات الخطر على الدحيل أقرب من أي وقت مضى، وعلى الركراك ورجاله استعادة الروح التي يعني تأخر عودتها ربما ضياع درع أو لقب. فريقين كانوا كبار، ما حد يقدر يتوقع من راح يفوز في هذه المباراة، لكن إلى الآن كل شيء في يدنا كلعبة نادي الدحيل. إحنا شيء أقدر أقول إنه غلط كبير إن نقول إن الدوري راح علينا، بالعكس الحين إحنا في الصدارة، علينا نتركز في مبارتين الباقية اللي هي أهم حاليا، إن شاء الله نتمنى توفيق الفريقين. ما علينا من الريان، ما علينا من الدحيل، علينا فريقنا، علينا نتحسن نتطور. الحمد لله بعد البريك أتوقع إحنا لنا الأفضلية في 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 هالدوري في هالفترة. الفريق الوحيد اللي فاز 3 مباريات وسجل عليه بس فقط هدف واحد، فهاي شيء خلينا نفرح وخلينا نكون فخورين في أنفسنا.
الجولة الماضية شهدت فوز السد في قمة الجولة، السد فاز على دحيل. الريان كان ينتظر حد يقدم له مساعدة، يعني في الفترة من بعد استئناف الدوري انتظر حد يقدم الريان، انتظر حد يقدم له مساعدة. السد قدم هذه المساعدة، فاز على دحيل. صحيح أن السد له فرصة، ولكن فرصة تعتبر يعني بعيدة جدا يعني عن الريان كانت وعن دحيل. اليوم أصبح الفارق بين الريان وما بين دحيل نقطة واحدة، يعني لا زال الريان أيضا ينتظر مساعدة من الخور أو من الأهلي المباريات اللي متبقية حق دحيل. السد ممكن إذا 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 دحيل تعثر في مباراة، خسر مباراة مثلا وتعادل في مباراة، السد أيضا له حظوظ في أنه يعني ينافس على لقب الدوري. الهبوط أيضا قصة طويلة، والخور، الشحانية، أم صلال، قطر بشكل يعني أحسن منهم شوي، ولكن أيضا صراع الهبوط أيضا ما تعرف اللي بيصير. الله أعلم الجولة الجاية بتحسم الأمر ولا بننتظر لين الجولة الأخيرة، هذه عند الأندية يعني بيبين في المباريات القادمة. الخور راح يلعب مع دحيل، صحيح بيبين صحيح. إذا دحيل فاز خلاص انتهى، أو بتبقى حق الريان، إذا الريان فاز بعد بتأجل لين الجولة، لكن السد خلاص أكيد. شو تتوقع عادل؟ شو اللي يعني شو اللي أنت تشوفه؟ والله راح اشوف بالنسبه للمنافسه المباشره، خلينا نقول يعني منطقيا بين تحيل والريان. السد حصل الهديه هذه، طبعا الريان حصل الهديه انه وقف تحيل في النقاط هذه، وجات الفرصه هو انه يدخل معاهم، لكن نسبيا السد حظوظه شوي اضعف من تحيل والريان على المنافسه المباشره، لكن كل شيء وارد في عالم الكره. والتوقعات صراحه اشوف بالنسبه اللي بياخذ الدوري حاليا من عقب التوقف الاربع شهور، بالنسبة حتى للهابط أنا كعادل صراحة ما أقدر أتوقع، لأن شفنا مفاجآت ومباريات قريبة أنها تكون مفاجأة وأحوال وايد تغيرت. راشد، في كرة القدم ما دام أنه في حظوظ فالكل يبحث عنها، صح؟ بالضبط. السد اليوم ينتظر بالنسبة للمباراة أن دحيل يخسر المباراتين والسد يفوز في المباراتين، كذلك الريان يتعثر. لا، السد ياخذ دوري لو خسر دحيل مباراتين، مش شرط يخسر مباراتين، لو تعادل مباراه، لا تعادل مباراه، الفرق ما بين الفرق الان ما بين السد خمس وما بين دحيل خمس نقاط، لو تعادل دحيل مباراه ايوه بيصير الفرق 6 نقاط، ويخسر مباراه والسد يفوز مباراتين يتعادل مع دحيل بعدد النقاط. على حسب الريان ايش وضعه، يعني السد على حسب الريان مثل ما قال السد ممكن لو دحيل تعادل مباراه وخسر مباراه والسد فاز مباراتين يلحق بدحيل. أنا أقول الدوري بالنسبة لدحيل مجرد وقت، دحيل سيحسم الدوري، شيل الدوري، المباريات المتبقية بالنسبة له ليست صعبة على دحيل. أنت شفت المباراة السابقة كان الخور متقدم في المباراة، صحيح آخر ربع ساعة خلص المباراة هو، صح؟ إذا تذكرها المباراة كانت في الخور بالضبط. أنا كنت محلل في المباراة، قصدك دحيل والخور؟ إيه كان خسران في القسم الأول، إيه كان خسران فرق هدفين في المباراة بعد. بس وش تحيل ذاك اليوم وتحيل اليوم؟ في فرق محمد. لا حتى بعد إذا تتكلم الآن حتى على كل الفرق عادل، الآن ما بأخص حد، كل الفرق اليوم متأثرة. صحيح. بالتوقف اللي صار وبتجهيز الفرق، كل الفرق متأثرة. اليوم قليل من الأندية اللي انتشت، يعني مثلاً النادي الوحيد اللي كسب مبارياته في التوقف كلها ستر. الباقي لم يكسب كل المباريات. شحانية جمع نقاط فيها. إيه يعني هذا اللي خلى يمكن السد أن يعود لأن يكون في المركز الثالث وينافس كذلك يلاحق على المركز الثاني. زين بس ليش ما نتوقع يعني ممكن الخور يتعادل مع دحيل؟ أنا أقول مباراة صعبة. يعني أم صلال تعادل مع دحيل بعد الاستئناف. أنا عندي مباراة الخور ودحيل صعبة على دحيل، ترى ممكن يفوز بصعوبة، ممكن يخطف التعادل، ممكن الخور، لأن الخور جيد عقب الوقفة توقف، الخور جيد عنده هجوم ضارب، هجوم يسجل على معظم الأندية. تبقى على الأهلي،
دحيل أكيد. إيه يعني أيضا الأهلي يعني بعد الأهلي صعبة تكون المباراة. لا بعض الأهلي الأهلي بيتراجع بس قال لك خالد دحيل الخور يبغي له وقت. لحظة الخور اتوقع أنه يفوز على دحيل مثلا أو يتعادل. شوف عطفا على مباراة دحيل في الجولات الثلاث اللي راحت والإصابات الموجودة عند المساكن طبعا يبغي لها شهر وتحيل مش تحيل الأول. شوف لما تقول لي تحيل تكلم العام أول العام أربع سنوات بقول لك الموضوع محسوم مسألة وقت الجولة مو بالجاية اللي عقب. لكن اليوم عقب الوقفة في صراحة صار كل الفرق صار لهم صراحة يعني فرصة صارت لهم اللي بيهبط ممكن يتم واللي قريب طبعا مثل السد الحين قام حتى يوصل للصدارة كل الفرق لها حضور. زين من التوقع أنت خالد يقول لك مسألة وقت تحيل دحيل بياخذ الدور. عادل والله ما تحسب للجولة الأخيرة حسب المباريات الثانية. بس أنت يعني وين تروح يعني من تشوفه أقرب؟ شوف يعني. دحيل أقرب كون والله أنا أقول لك ما يحسبها مباراة الخور يمكن يحسبها مباراة الأهلي. إيه بس إذا خسر في مباراة الخور لو تعادل حتى لا لو تعادل ويفوز الريان لا بالريان وبعدين خلاص انا اقول لك ايه؟ انا اتكلمك عن شوف بقول لك الجوله الجايه مباراه الخور على الدحيل صراحه مو سهله. ايه شوف بقول لك الخور اذا عثر الدحيل المباراه الجايه بتصير والريان فاز الريان راح يلعب مع من مباراه الريان مع الشحنية. لو فاز الريان على الشحنية والخور عثر الدحيل اصبح موقف الدحيل حرج لان الاسبوع الاخير ممكن الريان يفوز ويحسم الدوري كلام حلو يصير الفارق بينهم نقطتين كلام حلو راشد هاي بالاوراق قال ما فرق ليش تضحك يعني ليش لا اضحك اي ليش لا لا لحظه لان انتم تودون المباراه بتوجه معي يعني مو بلا شيء لحظه هو لحظه يا اخي هذا خلنا اسالك لحظه تفضل يعني احنا نتكلم بشكل محايد احنا الحين ما لا نقول لا لا انا لحظه بس احنا ما نقول ان انت ميولك مع دحيل او انت ميولك احنا ما احنا نتكلم بشكل محايد. انت ما جبتني هني جبتني انا لميولي لدحيل او ميولي لابن للسد ولا جبتني هني كمحلل لاتحدث وياك بعدين ابي ميولك بس الحين ابيك كمحلل شفت شلون ايه؟ انت الان اللي تسمعه مني ما قاعد تسمع ميول ترى انا قاعد اتكلم بواقع الان واقع ارقام وواقع لعيبه موجوده يعني دحيل بيفوز مباراتين الخور والاهلي يفوز مباراتين يخلصها ما قاعد أتكلم بس مجرد أن دحيل لأني أنا قريب لدحيل لا 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 أتكلم على فريق موجود 11 لاعب وأتكلم طيب. على دكة احتياط أوكي. خمسة أوكي أنت تقول دحيل عادل الملا راشد يقول أن أنا قد أقول بالنسبة لدحيل فرصته هل الريان اليوم يقنعك ممكن يفوز على الشحاني بسهولة؟ الشارع الرياضي برع اليوم أنا اليوم العصر بس الريان يحقق اللي يبغيه لا لا حتى لا لا. مستوى معلش ليش؟ الريان فاز على السيلية بعد التوقف يا اخي لحظه بس انا بقول لحظة عندي 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 ايه؟ تعب من ضيع الدوري اليوم الوقت على النقاط على الريان العربي بطل العربي زين اوكي زين. بس انا اقول لك الريان قبل التوقف هل الشحانيه بس فاز مبارتين انت رحت على مباراه عبد الله اليوم في كفه ثلاث مباريات من الافضل اللي مقنع الشحاني ولا الريان بغض النظر الاخير والثاني للجمهور لا الشحاني حاضر الشحاني مقنع مسجل حتى اهداف اكثر من ثلاث جولات من الريان لكن المباراه صعب على الريان حتى مثل ما اقول لك الخور صعب على مباراه صعب على دحيل هذه حتى الشحانية صعب على الريان ترى انا اقول لك مو سهله جولات اخيره زين السد ممكن يسويها يعني السد ممكن يجي مجنح ممكن والله طبعا. والله شوف يعني عند غطر الغرافه السد يعني ايضا نوعا ما مباراه والريان صح. عقب الشحانية من عنده الريان عقب الشحنية الوكرة نعم يعني لو قسناها والله الوكرة فريق حلو والله شوف بتوديها يمين بتوديها يسار بتروح لك حق دحيل دحيل قال لك هو حتى المباريات اللي بتلعب حق دحيل أسهل من المباريات الأخرى ويقول لك أنا محايد هنا شوف لا لا أنت مش أنت محلل كبير ونجم الله كبير الله يسلمك محمد بتقيس خلنا نقيس أنا أتفق خلنا نقيس بدون مجاملة إنزين مباريات السد عنده ضد قطر اللي هو خسران من الغرافة قطر خسران السد من مباراته من قطر المباراة السابقة القسم الأول وعنده مباراة مع الغرافة فريق قوي الغرافة إيه بس أنت لما تقول خسران من قطر هاي مش مقياس يعني السد فايز على دحيل الأسبوع الماضي
ما بمقياس. لا 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 انا ليش انت الحين خليك ليش رحت على النقطه هذه؟ لا انت لانك أبل. تذكرها انت لا انت إيه؟ لا لانك انت تقول كأن نادي قطر يعني احسن من السنة. انا اذكر يصير. اذكر المباريات المتبقيه ومدى القوه للفريق احسن فريق احسن فريق ادى بعد الاستئناف السد صحيح. أوكي. انا اللي قايل لك كسبان ثلاث مباريات انزين اوكي إيه انا اقول لك انا الان لا اختلف في هذه النقطه. انا اختلف الان اطالع المواجهات من الاقوى انت الان الان سد خلي انا بسالك انا واحد اليوم مزاجي بصير مقدم برنامج أوكي. مزاجي اوكي اوكي انا بعطيك المباريات المتبقيه للفرق أوكي. وانت قول لي من الاسهل لاي فريق. دحيل عنده مباراته مع الخور والاهلي، الريان عنده مباراه الشحانيه والوكره، السد عنده قطر والغرافه، من الاسهل؟ من الاسهل ايه حق الفريق؟ كل المباريات صعبه والله صعبه والله العظيم كل المباريات صعبة. شوف قيس الشحانية صعب على الريان، الخور صعب على دحيل، السد عنده الغرافة مهما كان الغرافة يبقى اسم ما تعرف يعني. بعد التوقف لكن شوف أنا أقول لك الجولة الجاية الجولة الجاية إذا الخور قدر يعثر دحيل أنا بس أبغيكم تأخذون مع خالد لازم تسجلون معاه لأنه يقول أنا أقول لك مسألة وقت يقول وتناديني على فكرة لأساس الكلام هذا يكون موجود عندك أوكي. في الفقرة بعد ما تنتهي الجولتين أوكي. أنا على فكرة الآن لا أتكلم بس مكلم كلامي اللي قاعد أقوله مجرد أنه هوى أو مزاج أوكي. لا 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 أنا أتكلم واقع فريق يلعب الدوري زين أوكي. واقع. لحظة 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 واقع. واقع. لا تلس خليني توديني وبعدين تسكت عني وتقول أنت تبي واقع أكلمك بالواقع أنا أتحدث عن واقع الآن طالع الجدول الموجود أكلمك بالواقع ايه تفضل اكلمك بالواقع تفضل انا متاكد دحيل صح. دحيل فريق يبي الدوري ينغلب من السد الجوله الماضيه شلون ما ينغلب اي شلون من هو وين الواقع لا 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 ها؟ هنا ستوب ها؟ انت مواجهه السد ودحيل تبي تقول لي مباراه سهله للدحيل اني اكسب السد لا اي انا اقول لك لا معناته عيل انت تقول لي معناته ان السد لا معناته ان دحيل مش مساله وقت لا لا بس مواجهه الريان ممكن يا راشد السد ممكن انا بقول لك شيء اليوم يعني دحيل مو اليوم بالفريق مباراة السد لا يقهر حاليا لا ايه؟ مباراة السد ودحيل يطلق عليها مباراة قمة القمم من 10 سنوات اوكي قمة القمم خسرت فيها لا تخسر ايه؟ ما المباريات المواجهات لهذول الفريقين تصير صعبة صح بس اما تواجه لي انت تقول لي لا والله يمكن الخور يكسب اي يمكن كرة قدم كل شيء جايز الخور يكسب يعني انت كنت متوقع لحظة قبل مباراة السد ودحيل من توقع النتيجة صعبة أتوقعها أنا على القسم الأول على القسم الأول 4 فايز الدحيل 4-1 زين أوكي إي أوكي لكن إيش صار في القسم الثاني بعد التوقف وإيش صار في الوقت اللي كان الدحيل في أمس الحاجة للنقاط صحيح انتهت 1-0 أوكي لما يخسر الدحيل من السد 1-0 ما حد يلوم الدحيل ولما يخسر السد من الدحيل ما حد يلوم بس الآن في المواجهات أنا ما أدري يعني بعض الأحيان احنا يعني تكون عندنا أوكي. عندنا نقطة يعني مثل الحلم كذي انه لا والله حلو اذا صارت كذي يا اخي والله يحلو الدوري انه طبعا بس احنا ننظر على واقع طبعًا احنا كمحللين انا وعادل اليوم واقع عندنا نقول واقع انت كمقدم برنامج تتكلم بكل انا اتكلم انا اتكلم بلسان الجمهور واقع ان مصلال تعادل مع دحيل اذا الخور يقدر يتعادل مع دحيل هاي واقع لا ما اتكلم لك انا واحنا احنا ايه؟ لا وممكن يفوز الخور زين انا اقول لك يعني واقع كره قدم بس انا قاعد اتكلم على ارقام واحصائيات ولعيبه في ارض الملعب بس بشكل سريع عندي تقرير الافضل في الجوله لكن لحظه الفريق الهابط الشحانيه الخور من الاقرب الشحانيه الخور مصلال عطني 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 من وجهه نظرك باقي جولتين شوف الشحانيه اذا انهزم من الريان اعتقد انه هو قريب إذا انهزم الريان كهزيمة ايه؟ في الجولة قبل الأخيرة يا أخي أقرب إيه الشحاني بيلعب مع الريان الجولة ايه؟ الجاية مباراة صعبة على الريان عموما أنا وجهة نظري ايه؟ إذا انهزم أعتقد أنه 80% طبعا الشحانية كنزول مباشر إذا يعني الجولة الجاية إذا الشحاني انهزم راشد الجولة الجاية بتحدد القمة والقاع يمكن 80% أنا أقول لك إذا الشحانية انهزم والخور انهزم بتظل الجولة يعني مو بشرط بعد يعني اقول لك الجوله الجايه بتوضح كل شيء خالد راشد ممكن تعطيني مواجهات ام صلال المتبقيه الثنتين ام صلال وين ام صلال
مصلان شحنية. احنا عرفنا ان مباراة الجاية راح تكون الغرافة امام الريا. ها الغرافة والسيلية الاخطر على مصلان. مصلان ترى جاي، ها جاي من الخيم لمعه. ايه بس مصلان اخطر على مصلان. بس مصلان عنده 17 نقطة. عنده لا لا 17 مصلان. ايه صحيح. في المقابل يكون الشحنية 15. ايه عطني خالد، عطني يلا الفريق، خلنا نروح لها تقرير. نروح زين. انت قلت لي مصلال عنده مباراتين صحيح؟ كلهم مباراتين. إيه لا لا قصدي زين. الشحنية احنا عرفنا مباراة له مع الريان، والمباراة الثانية مع الخور. يعني هم بيتلاقون الخور والريان. شوف بس راشد ابي اقول شوف هو زين في مايزة سلمان. هو طرع عليه، هو قال شيء عقب طرت عليه أشياء. ما يزعل حد هو. ويبي يرجع الحين. أنا أحس كذي. لا أنت تبي ترجعني. لا أنا بكمل. أنا رأيت تغرير والله عندي تغرير. أوكي. هو قال أم صلال عقب هو يبي يرجع بس ما سأل على المباراة. ممكن يرجع عقب. كم مباراة باقي؟ ممكن يوضح لنا ليش. أوكي. عندنا تقرير الأفضل في الجولة، خلنا نشوفها وياكم. طبعا اجمل لقطه كانت دخول لاعبين السد ودحيل وهم شايلين علم لبنان الشقيق وايضا عزف النشيد الوطني. طبعا احنا نشكر مؤسسه دوري نجوم قطر كيو اس ال، نشكر الاتحاد القطري لكره القدم، نشكر لاعبين دحيل والسد على هذه اللفته الجميله بهذا العمل اللي ينم عن حب اهل قطر للشعب اللبناني الشقيق، واللي احنا ايضا يعني امانه يعني يحزننا الامر اللي صار في لبنان، ولكن نتمنى يا رب الشفاء العاجل لكل من تضرر من هذا الحدث في لبنان، ونتمنى يا رب انه يعني يرحم الشهداء والموتى اللي ماتوا في هذا الحدث، وايضا نتمنى ان لا يحدث لاي بلد مسلم وعربي وحتى غير مسلم وغير عربي
هذه الأحداث ويعم الأمن والأمان بإذن الله. أمين. جميع الدول. أجمل هدف كان هدف إبراهيمي وهدف الغرافة، هدف الثاني كوديجر. تتفق؟ أنا أتفق، بس هدف إبراهيمي لا، هدف عادي. هدف عادي؟ إيه. كجملة تكتيكية. كجملة تكتيكية. هي كجملة أي أنت تتكلم عليه، قول لي كجملة، لا تقول لي أجمل الهدف. لا يعني هي يعني الهدف يعني تبدأ حلاوته من بدايته. فول باكج يعني. إيه. أنت رايح كجملة. فول باكج يقول لي. هو يبي يسافر. يودينا السنة. إيه كجملة تكتيكية أيوة صحيح. الصراحة كجملة تكتيكية يعني نقل الكرة، المساندة، المهارة الفردية، الوانتو للعبات. إبراهيمي طبعا لعبها بذكاء في الزاوية البعيدة، هذا هو يعني. بس كان يعني أنا أتوقع الكرة كانت كلاود أمين ممكن يبعدها، تراها مش بعيدة، شوف الزاوية وشوف القرب، يعني حتى تمركز كلاود أمين كان جيد، لكن شوفه فاجأة هو لا هو ياسين فاجأة يعني. هو حن أعتقد ثاني الهدافين إبراهيمي أو ثالث الموجود. إبراهيمي ثاني ها ثالث لأن الهداف عندنا ما زال عفيف الهداف أقرب وبنجاح وإبراهيمي بعده الثاني عند ويا واحد 13 هدف صحيح. لأن الهداف بغداد وياسين أكرم. عفوا لا أكرم الأول. إيه الأول أكرم. لا الثاني معاه. اثنينهم. إيه اللي هم من؟ بنجاح وبغداد. 13 هدف. الهدف في الغرافة عادل إيش فيه؟ هدف الغرافة حلو. بس يعني أحلى إذا هو طبعا مكمل له وطايح طبعا على الأرض. هل نشوفه دائما إحنا نقول الدبل كيك ولا وطبعا حتى يقدر حتى بالهد ياخذها ترى ها. بس يعني هو استعرض فيها لا وعنده الامكانيه بس يعني ايه يعني هو لا حتى هي براس يقدر لا والله حلو لا يقدر لا حلو والله حلو والله من فوق يعني الكره عاليه شوف هو يمتلك المهاره هذه وطلعها وقلت لك هدف حلو هو عادل شوف زين الهدف هو ايوه خلاه حلو يعني الحركه الصراحه مالته واللعب والاتقان الموجود في وضع الطيران الصراحه عطى جماليه اكثر حسن العتيبي ابو ناصر معاك اخوي راشد ودونا دحيل يا الربع شوي وين ابو ناصر معاك ابو ناصر افضل هدف ياسين وهدف الغرافه الثاني والله تتفق؟ يا راشد كجمله تكتيكيه يمكن ياسين لكن هدف انا الامانه الاهداف اشوفها عاديه يعني الامانه حتى هدف كوديا يعني مجرد انه ما مثل ما اشرحه لك ما كان في اي يعني لفته مثل ما تقول حركه دبل كيك او لعبه بهلوانيه مثل ما نقول الهدف عادي يعني اشوفه عادي جدا يعني اي لاعب ممكن يجيب الهدف لكن خالد انا اذا يوافقني يعني انا اقول ان هدف على رامي فايز على الجابه بالخطا على نادي الاهلي يمكن اشوفه هذا اغلى هدف حق ام صلال وانا اتوقع هذه النقطه اللي جات لصالح ام صلال اتوقع هي اللي بتثبته في دوري الاضواء ابو ناصر احنا تكلمنا عن الدوري تكلمنا عن حظوظ الدوري وين خالد سلمان يقول دحيل مساله وقت شو تقول المنطق يقول ان الجوله الاخيره هي اللي بتحكم مش الجوله الجايه لا الجوله حتى لو خسر الريان الخور والشحانيه طاحوا تحت رحمه السندان ومطرقه الدحيل والريان الامانه الجوله الاخيره هي اللي بتحتم الصاعد والهابط والهابط اتوقع بشكل كبير بيد الخور والشحانيه بدون مساعده اي فريق ثاني بس بو ناصر الجولة الأخيرة لو خسر الريان في الجولة القادمة وفاز دحيل خلاص انتهى الموضوع احنا ما نتكلم الفرصة لما تجيك يا راشد ما اعتقد احد بيفرطها ايش ما اعتقد بيفرطها ايش ما تتكلم عن ايش الفرصة اذا جاتك ما اعتقد انك انت بتفرطها الفرصة جات مرة ثانية لنادي الريان وجات لنادي دحيل اعتقد الفريقين بيتمسكون بجميع يعني انت تتوقع ان المباراة الجاية لدحيل والريان انهم يفوزون فيها صحيح صحيح والجوله الاخيره والجوله الاخيره انا اقول ان جوله الهبوط بتكون بيد الخور وبيد الشحانيه
يعني الخور بينزل قال جولة الهبوط ايش الهبوط بتحدد المباراة الأخيرة بين الشحانية والخور ايه بيلعبون بينهم يعني إيه؟ يعني انت تتكلم ان انت تتوقع بان سواء لقب الدوري او الهابط راح يكون في المرحلة الأخيرة الأخيرة فالجولة الأخيرة صحيح صحيح حلو عندنا تقرير عن عن لبنان وتكلمنا عن لبنان الشقيق والوقفة اللي وقفتها قطر مع الشعب اللبناني خلينا نشوف هذا التقرير ماذا نتكلم يا بيوت ماذا نتكلم يا بيوت وفي عينيك خلاصة حزن البشرية كلنا للوطن للعلا للعلم نشيد لبنان من قلب الدوحة والمشهد والصورة ليست جديدة ولا غريبة أن يكون الجميع في قلب قطر كما هي في قلب الحدث وعند الحزن قبل الفرح يد مبسوطة للخير وللملهوف مغيثة ولكل مظلوم كعبة وملاذ لكل مستجير بعد الله بالأخي والسند والعزوة فإن دولة قطر استجابة لما يمليه عليها واجبها الإنساني وما يترتب على أواصر الأخوة من تضامن ووفاء بواجبها والتزامها بدعم لبنان سوف نعلن في الأيام المقبلة عن مساهمتنا في إعادة إعمار بيروت من خلال البرامج التي سيتم إقرارها وفي هذه الأثناء سارعنا شعباً ومؤسسات بتلبية نداء الأشقاء في لبنان وتقديم المساعدات الإغاثية العاجلة لهم بما قيمته 50 مليون دولار إسهاماً منا في عمليات الإغاثة والتخفيف من معاناة الشعب اللبناني وتجاوز ظروفه البالغة الصعوبة كما قمنا بإفادة فريق مجهز من مجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية وإنشاء مستشفيات ميدانية دوى صوت الانفجار في بيروت وعلى صوته وارتفع فوق دخانه ليكون الصدى حاضراً جسراً جوياً يداوي الجراح ودواءً يخفف الألم وسقفاً يحتمي تحته الجميع من كل شر في قطر الإنسان أولاً وثانياً وثالثاً وأهل النخوة والعزة والكرامة حاضرون للبذل والعطاء الذي لم يعرف يوماً عند الدوحة ورجالها حداً أو حدود سجل يا تاريخ في هذه اللحظات يتبرع سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى بمبلغ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بمبلغ 50 مليون ريال وقفة مع الشعب اللبناني الله أكبر وله الحمد لبنان في قلوبنا شعار مكتوب بالفعل قبل القول وعبر كل الشاشات والمنابر أرقام ومبالغ تدفع بحب وكرامة من بيوت لطالما كانت للجود ذخراً وعنوان بالأمس كانت رحمة وحقاً للشام واليوم قلباً مع الجميع في لبنان وقبلها لم تترك غزة وحيدة ولا فلسطين يتيمة ولا مستنصراً بالدوحة إلا كانت له السند والعضد نجوم قطر وأنديتها كانت كما كل القطريين على الموعد وفي الميعاد بالوقفة والموقف والكلمة والصورة دائماً مع كل إخوتهم وعوائلهم فحمى الله الجميع وأدام عليهم نعمة الأمن والأمان وأفاء على قطر ودوحتها وحكامها وشعبها وكل من نزل بأرضها من فيض كرمه وفضله
وأدام رايتها بالخير مرفوعة عزا وازدهار. يا سبت الدنيا يا بيروت، يا سبت الدنيا يا بيروت. طبعا هذا التقرير يعني احنا حطيناه بس ل يعني من خلال دورينا كانت هناك ايضا في شكر يعني وعرفان للبنان، واحنا عندنا جالية لبنانية تعيش معانا في قطر اخوان لنا واهل امانة. فبدينا التقرير من مباراة السد ودحيل اللي عزف فيها النشيد اللبناني الوطني، عزف على ارض قطر وتم أيضا رفع أعلام لبنان، فبالتالي أيضا تحدثنا عن ما قامت به قطر من وقفة لإخواننا اللبنانيين، وهذه يعني بدون منا أمانة لبنان وكل بلد عربي ومسلم له قدر كبير في قلب كل قطري. سيدي سمو أمير البلاد المفدى كان أول المبادرين وأول الواقفين مع جمهورية لبنان ومع الشعب اللبناني. ثاني يوم مباشرة من الحدث المؤسف كانت هناك مستشفيات ميدانية، كانت هناك طائرات إقاثة للشعب اللبناني الشقيق. نعم، أدوية موجودة بالضبط. فرقة الإنقاذ الدولية التابعة لوزارة الداخلية، الأخوية في وزارة الداخلية أيضا كانت متواجدة في الأحياء اللبنانية. كل هذا يعني يدل على عمق الروابط والمشاعر اللي يحملها كل الشعب القطري للشعب اللبناني. حملة تبرعات يعني أقيمت في قطر اللي حملت لبنان في قلوبنا تجاوزت 95 مليون ريال. 95 مليون ريال ولا دولار؟ تجاوزت ريال إلى 96 مليون ريال. ريال كانت هذه من خلال حملة لبنان في قلوبنا. عاد والله لبنان بلد حلو، والله ما يستاهلون صراحة. أكيد لكن أكيد يعني الله. قدر الله ما شاء الله. الله يزين الحال إن شاء الله. أبو محمد لك ذكريات في لبنان؟ من ما لا ذكريات في لبنان. يمكن الشيء اللي أثر فينا إحنا كوطن عربي إنه يكون في هذه المحنة الصراحة، والدور الكبير اللي قام به من أول ما تم يعني ما كانت هذه الكارثة اللي حلت سيدي سمو الأمير الله يحفظه ويرعاه الشيخ تميم بن حمد، والحملة الجولية اللي كانت سواء مثل ما تفضلت مستشفيات وإقاثة. نعم. وكذلك أدوية وكذلك التبرعات اللي تمت والمبلغ، وأول المتبرعين كان سيدي سمو الأمير بخمسين مليون كانت هي أولى التبرعات. نعم. العدل لا عدل شكله ما راح لبنان. لا رحت راح رحت كاساسية. من يقدر ينسى السلدير؟ نعم. السلدير من يقدر ينسى يا جماعة؟ الجلسة في المطاعم الحور بس عاد اللي من سنة 2000 ما رحت. طيبين ما رحت من سنة 2000؟ من 2000 ما رحت. أوه لا، أبو ناصر حسن العتيبي راح. أبو ناصر حسن عنده شقة عند هناك بعد. عنده؟ إيه. أوه حسن العتيبي أخبار صراحة عنك لازم يتأكدها يا تنفيها. عنده لا ننفيها ها؟ ننفيها ينفيها يقول ايه ابو ناصر صراحة لا استفدش دائما احنا يا اخي ينفيها انا راح حطام ابو ناصر ترى عادي اذا عندك قول يعني ما ترى ما راح ناخذها يعني هذه انا اعتبرها تهمة يا ابو ناصر والله يا رأي اللي عنده استعداد انه يبيع شقته انا جاهز يعني لان صراحة دولة تستاهل من اللي يزورها وأنا يعني من دائماً المترددين لدولة لبنان الشقيقة. أبو ناصر شفت أكيد الحملة، حملة لبنان في قلوبنا. صحيح، بس أخوي راشد يعني كانت رسالة واضحة من سيدي سمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد للشعب القطري الكريم لدعم شقاهم اللبنانيين في محنتهم الأخيرة اللي صاحبت العاصمة بيروت، وسائل الله أن يديم الأمن والأمان على الأمة الإسلامية بشكل عام وعلى الشعب اللبناني بشكل خاص. طبعا مش غريب على دولة قطر أن تكون دائما
مبادرة في أي محنة تصيب أي دولة عربية، وإن شاء الله إحنا الله يبعدنا عن المحن والكوارث مثل ما تفضلوا الإخوان. يعني طبعا قطر ساهمت في إعادة أعمار بيروت بقيمة 50 مليون، الجمعيات الخيرية ب 65 مليون، الخطوط القطرية قامت بنقل 45 طن تقريبا من مساعدات إلى لبنان، إرسال فريق البحث والإنقاذ وإنشاء المستشفيات الميدانية. هذه كلها يعني إحنا ما نمن على أنفسنا، لكن هذا واجب علينا وواجب على جميع الدول العربية أن توقف مع الأشقاء اللبنانيين. نعم. عندنا الأخبار، شو اللي صار سعيد في الأسبوع الماضي؟ أيوة أوكي، عندنا تغرير الأخبار. عندنا إحنا مبارك بس لخالد سلمان، أخبارك حق الخريطيات صاعدين الدرجة الأولى. صحيح صحيح، أمس أنت عطيتنا مجال، أنت قاعد تفكر في الهبوط وتفكر في بطل الدوري، وهذا الفريق اللي طلع اللي الفريق الصراحة اللي يعني بعد ما تقصد أفكر في الهبوط، هذا ترى اتهام. ها لا لا بس لا لا ترى اقول لك اتهام. انزين تسمح لي تفكر في الهبوط، ترى هذه اتهام. تسمح لي بنقطة، انا ترى كل الانديه عاملها انت في البدايه تحب تفرح ولا تحب تحزن؟ احب افرح. تفرح هاي نروح مع الخريطيات كنا من البدايه، خلنا ناخذ نفرح معاه. عطونا تغرير الاخبار واللي ايضا فيه صعود نادي الخريطيات. طبعا احنا نبارك لنادي الخريطيات، نبارك لمجلس اداره نادي الخريطيات عودتهم كابتن يوسف آدم. بالضبط، والكابتن يوسف آدم مدربنا الوطني يستاهل كابتن يوسف آدم. عندنا تغرير الأخبار واللي من ضمنه صعود الخريطيات، خلينا نشوفها وياكم. حسم الخريطيات رسميا صراع الصعود إلى مصاف أندية الدرجة الأولى بانتصاره المستحق بهدف وحيد على منافسهم سمير في المواجهة التي جرت بين الفريقين على استاد سحيم بن حمد بنادي قطر لحساب الأسبوع 18 أو الجولة الثانية من دوري الدرجة الثانية عقب استكمال منافسات الدوري. قررت لجنة الانضباط في اتحاد الكرة بإيقاف لاعب فريق العربي فهد شنين 3 مباريات إيقافاً انضباطياً وتغريمه 20,000 ريال قطري بسبب الخروج عن الروح الرياضية ومفهوم التنافس الشريف، وذلك في أعقاب الكلاسيكو الذي جمع الريان والعربي في الجولة الماضية. أعلن منظمو الدوري الماسي لألعاب القوى عن تقديم موعد لقاء الدوحة بحوالي أسبوعين ليقام في يوم 25 من شهر سبتمبر المقبل بدلاً عن الموعد المحدد سابقاً في 9 من شهر أكتوبر. هذا وكان لقاء الدوحة يقام سنوياً في افتتاح الموسم، وقد تأجل من موعده الأصلي في 17 من أبريل الماضي بسبب الأزمة الصحية العالمية لفيروس كورونا. ومن المقرر انطلاق الموسم في موناكو في 14 أغسطس الجاري، تليه لقاءات في ستوكهولم، لوزان، بروكسل، روما، نابولي والدوحة، إضافة إلى لقاء لم يحدد مكانه بعد في الصين. وسط الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية المعتمدة من الجهات الصحية بالدولة تجاه جائحة كورونا، وبحضور السيد عبد الرحمن بن عبد اللطيف المناعي رئيس اتحاد السيارات ودراجات النارية، انطلقت على مضمار حلبة الكارتينج بنادي حلبة لوسير الرياضي فعاليات المعسكر الصيفي للدراجين بمشاركة كبيرة من الدراجين الذي ينظمه الاتحاد القطري لسيارات ودراجات النارية بالتعاون مع نادي حلبة لوسير وأكاديمية قطر لرياضة المحركات، وذلك من أجل رفع لياقة اللاعبين بعد فترة طويلة من التوقف استعداداً للمشاركة في البطولات القادمة. ستقام تدريبات يومي الاثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة 6 حتى 8:30 مساءً، وبذلك عاد النشاط الرياضي لرياضة المحركات. اختتمت منافسات الجولة 10 من النسخة 3 من بطولة لونجين ذاب التي أقيمت على الميدان الداخلي للاتحاد القطري للفروسية، وفاز الفارس فالح سعود العجمي بلقب الجولة الكبرى التي أقيمت على ارتفاع 130 و145 سنتيمتر من جولة واحدة مع التميز،
وحقق زمناً قدره دقيقة وإحدى وأربعين ثانية على الجواد أولانو. وشهدت الجولة المفتوحة مشاركة 35 فارساً وفارسة بارتفاع حواجز 115 و125 سنتيمتر من جولة واحدة ضد الساعة، وتخطى 8 فرسان حواجز دون أخطاء، ونال المركز الأول الفارس حمد ناصر القاسم. هذه كانت فقرة الأخبار اللي من ضمنها مثل ما شفنا صعود نادي الخرطيات. يا خالد سلمان، صحيح. أول شيء مبارك حق الخرطيات، صراحة هبط الموسم الماضي وعاد إلى دوري الأضواء، دوري نجوم كيومبي، وهي مو غريبة على الخرطيات، مو غريبة على إدارته، ممثلة في الشيخ حمد بن ثامر والشيخ خليفة بن ثامر طبعا كرئيس للنادي، وممثلة في الجهاز الفني صراحة بقيادة يوسف آدم. الصراحة نتمنى أن استمرارية يوسف آدم مع الأخرطيات للموسم القادم إن شاء الله، ويكون عنده جلسة إن شاء الله مع مجلس الإدارة، لأن يكون إن شاء الله هو قائد الفريق للموسم القادم. نعم. نقول لهم مبروك إدارة ولاعبين وجهاز فني وجماهير. طبعا شنين تكلمنا عنه، قرار الإيقاف، عادل مصعب خضر ويوسف عبد الرزاق انتهت فترة إعارتهم ورجعوا. أكيد نادي السد طبعاً من الجولة هذه موجودين هم ومش موجودين، وأعتقد أنه يعني أكيد يعني أعتقد، بس هل هم يعني ردتهم في السد هم ترى تمرنوا أمس في السد؟ ما أدري بما العربي، بس هل لهم مكان كأساسيين في السد مع بداية طبعاً الموسم المقبل قرية في سبتمبر، وكيف في تعاقدات جديدة بالنسبة للسد كأولوية، لكن السد يبغيهم حتى كبدلة وهم لعبة منتخب في الأخير. بس خلنا نروح حق نقطة واحدة مهمة، هل العربي مصعب ويوسف يشاركون أساسي في الدوري؟ لا، المباريات الأخيرة صح؟ الأخيرة لا، كدكة احتياط والبديل يكونون بدلاء. صحيح. فالسد يعاني من دكة احتياط موجودة. صحيح. عنده، والكل كان ينتقد السد على دكة الاحتياط، يعني انك جاهزين جايينك، يعني اليوم عودة هذولا وتواجدهم مع الفريق. صحيح. السد يمكن يحتاجهم في دوري الأبطال، يحتاجهم عنده أكيد موسم أكيد أكيد. طويل بعد الراشد، هم لعبة منتخب في الأساس ولعبوا الموسم يعني في أول القسم الأول، لعبوا يأثر على العربي خروجهم عادل؟ لما قال لك خالد يعني في الفترة الأخيرة ما كانوا أساسيين، فيعني العربي كان يلعب حتى من دونهم، لكن لعيبة زينين يعني خامة. طيب. طيبة. يا أخي في تويتر الحين خبر يدور، ما أدري أنا يعني أعتقد غير صحيح، عرفت أنت وشو يعني؟ إيه. مستحيل سواريز العربي يهتم بالتعاقد مع سواريز، يمكن واحد ثاني اسمه سواريز اللي العرفة ما أعتقد، ترى وايد في سواريز. لا حاطين صورته يا أخي بعد؟ إي والله حاطين صورته. لا مستحيل، بس ليش لا يا أخي؟ مستحيل. يعني نجوم عالميين احنا جوانا في الدوري اكيد، بس انه يعني للحين هو بدري على انه يطلع، يعني انت في نادي العربي ما جبت باتستوتا؟ ايه زين، ايش المشكله؟ بس سواريز للحين مطلوب، حتى راؤول جانا، غوارديولا جانا، يعني عادي. انا ترى قريت الخبر، تشافي لعب عندنا يعني. اكيد اكيد انا قريت الخبر والله في تويتر، يعني ما ادري يعني راشد راس الحربة عملة نادرة اليوم من سنوات كثيرة، فهل راح يخليه ناديه الأصلي الحين اليوم سواريز لما يحصل بديل أول شيء؟ فأعتقد الموسم الحالي أعتقد صعب يعني. بالإضافة إلى ذلك العقود الموجودة حق لسوغا وحربة ثلاث مواسم، صح؟ ثلاث مواسم صح. عموما موجود. الخبر متداول يعني في شبكة تويتر، متداول بشكل كبير يعني، سواء عندنا في منصاتنا أو حتى منصات يعني خليجية أخرى، تذكر بأن صحفي من البي إن سبورت ذكر بأن نادي العربي مهتم بالتعاقد مع سواريز، لويس سواريز لاعب فريق برشلونة، ولكن يعني ما ندري يعني عادل يمكن أكثر مني يعني يتابع الدوري الإسباني، هو ما زال يلعب في الشامبيونز ليج
وخلنا نقول دورينا والدوريات الأوروبية والعالمية كلها راح تبدأ في ظرف أسبوعين. يا أخي أنت الحين ليش ما تستانس؟ لا مسجل المباراة السابقة على نابولي قاعد تحبط ال ما ليش استانس؟ يجيني بنفسه؟ لا يجيني معاه صانع العاب. ما لا لا تبي أنت بميسي وياه يعني؟ لا 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 رحت بعيد أنت وايد. احنا بعدنا بيك ابغي سواريز ابغي سواريز ابغي مع صانع العاب يبي انا داري ابي تحته ميسي لا ما قلت ميسي انا بعد من تبي صانع الالعاب صانع الالعاب ميسي من صانع الالعاب زين لا 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 من عنده لا لا لازم نفس النادي والله طماع صراحه لا لا ليش انا قلت ميسي ما قلت ميسي ما قلت ميسي بس قلت ويا صانع يعني ما تقول صانع العاب في برشلونه من بس غمض عيونك عطونا 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 على فكره الاتحاد الاسيوي طبعا مثل ما الكل يعرف اختار قطر في انها تستضيف مباريات المجموعات في دوري ابطال اسيا اصدر الجداول بالضبط والمباريات بتكون في المدينه طيب. التعليميه قلنا الاتحاد الاسيوي اختار قطر واختار اربع ملاعب تستضيف المباريات أربع مجموعات كل مجموعة في ملعب لمدة 10 أيام راح يكونون يلعبون في الدوحة تقريبا كل يوم 3 أيام مباراة صحيح. لكل نادي على ضوء راح يصعدون من هذه المجموعات إلى دور 16 من دوري أبطال آسيا الملاعب استاد خليفة الدولي طبعا ملاعب مونديالية عدم استاد جاسم بن حمد في نادي السد استاد الجنوب في الوكرة استاد المدينة التعليمية واستاد خليفة الدولي واستاد جاسم حمد السد والملاعب كلها ملاعب مكيفة خلنا نشوف هذا التقرير اللي تحدث عن جدول مباريات دوري أبطال آسيا بعد اختياره الدوحة القطرية مسرحا لما تبقى من منافسات دوري أبطال آسيا لمنطقة غرب القارة الآسيوية الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يصدر جداول مباريات مسارح الفرق التي ستكون في ضيافة الدوحة ستتنافس جميعها على 3 ملاعب مونديالية استاد خليفة العريق، استاد الجنوب، استاد المدينة التعليمية واستاد جاسم بن حمد عودة المنافسات ستكون في 14 من شهر سبتمبر المقبل بأربع مباريات لحساب المجموعتين الأولى والثانية فيما يعود ممثلان السد وتحيل يوم 15 من ذات الشهر التحيل يلتقي مع فريق الشارقة الإماراتي على استاد المدينة التعليمية فيما يقابل السد العين الإماراتي على ملعب جاسم بن حمد المنافسات تستمر على مدى 10 أيام سيكون ختام هذا الدور يوم 24 بلقائي التحيل والتعاون السعودي والسد مع سيباهان الإيرانية الزعيم يتصدر المجموعة الرابعة بفارق الأهداف عن النصر السعودي وفي رصيد كل منهما 4 نقاط فيما يحتل تحيل المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط خلف الشارقة الإماراتي صاحب الصدارة وكعادتها ستكون الدوحة بكافة مفاصلها وتفاصيلها على الموعد لتثبت مرة جديدة بأنها عاصمة الرياضة قولاً وفعلا مجموعة الوحدة الإماراتي والشرطة العراقي واستقلال الإيراني والأهلي السعودي راح تكون على استاد خليفة الدولي والمباريات راح تبتدي تاريخ 14/9 مجموعة الهلال السعودي والأهلي شباب الأهلي الإماراتي وبختكور الأوزبكي وشهر خودرو الإيراني راح يكونون على استاد الجنوب في نادي الوكرة وأيضا راح يبدون تاريخ 14 تاريخ 15 راح تبتدي مجموعة الدحيل والتعاون السعودي والشارقة الإماراتي وبيرسبوليس الإيراني وهذه المباريات راح تكون على استاد المدينة التعليمية ملعب المونديالي على استاد جاسم بن حمد في نادي السد راح تكون مجموعة نادي السد ومعه سباهان الإيراني والنصر السعودي والعين الإماراتي وراح تبدأ مبارياتهم في تاريخ 15 طبعا مثل ما قلنا المباريات راح تكون
لمدة 10 أيام من تاريخ 14 لين تاريخ 24، ومثل ما قلنا على الملاعب اللي ذكرناها. عادل، احنا تقريبا عندنا 10 دقائق ولا جدول المباريات بالنسبه لل الاتحاد الاسيوي اختار الدوحه. ايه طبعا الملاعب مكيفه، البيئه صالحه طبعا للكره هنا عندنا، البيئه صحيه، هاي والملاعب مكيفه الاربعه راح يكون يعني عليها. ممكن يخدم انديتنا دحيل والسد انهم يلعبون. والله شوف بس ترى بدون جمهور راشد، عقب التوقف 4 شهور كلهم بدا من الزيرو، ولا 20% اللي كان عنده من مخزونه من لياقته من الموسم اللي راح، من الموسم نفسه طبعا ما قبل التوقف. لكن طبعا التكييف راح يساعد الفرق، انديتنا يعني ما زال طبعا الحين احنا بدينا بالتحيل والسد، راح يدخلوا البطوله لاعبين 5 مباريات وقبلهم يمكن مباراه تجريبيه، يعني يدخلون خلينا نقول 80% من قوتهم، شيء زين لاخر جوله في دورينا. نعم. ويدخل على تكمله دوري الابطال، يعني اعداد جيد بالنسبه لهم بالدوري، يكون بيدخلون بقوه. اول شيء راشد، ممكن الامور تتغير حتى بالنسبه للجماهير، احنا في شهر 9 ممكن الامور تتغير ترى، يعني ننتقل لمرحلة الحضور. يعني أنا قصدك أنه ممكن يكون في حضور جماهيري. إيه ممكن، لأن تكلم بروتوكول معين. وين كنا وين وصلنا؟ تكلم من 3000 اليوم 300. الحمد لله رب. الموجود يعني وين كنا وين وصلنا؟ ما وصلنا 3000 في اليوم. وصلنا 2000 شوية. حروتة ترى. لا إله إلا الله، تحاسبني على الواحدة قاعد. إنزين. بس هذا الاتحاد الاسيوي يوافق؟ لا لا، اذا الان تخفف اذا القيود في شهر 9 محمد، اذا انا خففت القيود في قطر امور ان شاء الله طيبه، هل هو في البروتوكول الاتحاد الاسيوي راح يوافق؟ يعني الـ 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 بس نص 9 ممكن، هي ممكن يكون الصحه العالميه نص 9 ممكن نص 9 ان تعطي فيها قرارها في هذه الامور. هو بس شوف، هو على حسب على حسب معلومتي ان حتى لو احنا سمحنا بدخول جمهور في دورينا مثلا، الاتحاد الاسيوي مانع الحضور، مانع الحضور. احنا ليش نقول لي بعد شهر 9 عشان تكافؤ الفرص؟ صحيح، عشان تكافؤ الفرص ان الانديه تلعب. اوكي اوكي، تظل يعني من دون جمهور. بالضبط. شيء ثاني، هذا شيء اكيد انه من صالح فرقنا. شيء ثالث، ان نشكر انديتنا الممثله صراحه، وفي الصفقات الكبيره اللي قاعد يعملها، مثلا نادي السد كازولا الان كلاعب بيشارك في البطوله الاسيويه، نادي دحيل دودو الان موجود كافضل لاعب الان في الدوري. نعم. كذلك البرازيلي، فالصفقات موجوده. خصوصا بعدين راشد نقطه مهمه قالها الكابتن عادل، ان احنا بنبدا الدوري في شهر 9، فبتكون هناك في مباريات بتلعب بالنسبه للفريق. توقع صعود السد ودحيل من مجموعاتهم؟ هم ذول الفريق على فكره راشد، السد ودحيل ناديين مرشحين لأخذ بطولة، مش فقط أن يشاركون للمشاركة. بإذن الله بإذن الله. عندنا متى عندنا الجولة الجاية؟ يوم الخميس والجمعة. يوم الخميس والجمعة. والجمعة عندنا إيش المباريات الخميس؟ السلي والعربي. أوكي. الأهلي والوكرة. السلي والعربي، الأهلي والوكرة. الأهلي والوكرة، قطر والسد. قطر. مباريات حلوه يوم الخميس. في مباراه بنفسها العصر، في ثنتين طبعا لتكافؤ الفرص. أيه. تكون في نفس الوقت. صحيح. اللي خلو فيها مباراه الريان والقرافه الشحانيه والريان دحيل والخور. عطني حسن العتيبي يا كنترول. ابو ناصر معاك وي راشد. نبيل انور مدرب الشحانيه. اي نعم. مقدم يعني مباريات قمه مع الشحانيه. اليوم اتكلم عن الشحانية كأقوى هجوم، والثالث في حصد النقاط من بعد فترة التوقف. تكلم على 5 نقاط، فوز على الأهلي وتعادل مع السهلية 2-2 وتعادله مع في قلق على الريان من هذه من يعني من مقابلة الشحانية. لو الريان ما عنده دافع انه يفكر في الدوري ممكن يكون في قلق، لكن الريان بعد عنده، هو عنده دافع. الشحانية بعد يبي صحيح الفرص متكافئة من الهبوط. الفرص مش مقنع يا حسن،
الفرق لا معلش حتى 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 الدحيل اول مباراه تعادل فيها مع مصلال وهزمته من السد، يعني خسر بثلاث مباريات يمكن تكلم على اربع نقاط، وانت تتكلم على فريق مرشح انه ياخذ الدوري. احنا انا بس نقطتي راشد يوم تكلمت على دوري الابطال، احنا بنلعب مباريتين فقط على فكره، بس ابي اخواني يشاركوني، احنا بنتكلم على مباريتين بننتهي في نهايه شهر 8، عندك من اول 9 لين 14 تتكلم على اسبوعين بيكون في فتره توقف، ما في نشاط عندنا في الدوري، فهذه بعد ممكن يعني اعتبرها ثغره، يعني لازم الاخوان يشوفون لهم مباريات كيف بيكون النشاط عندنا، هل بيستمر الدوري عندنا. ابو ناصر دورينا بيبتدي في شهر 9 تقريبا، قبل 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 مباريات الدوري ابطال اسيا بيبدا عندك الدوري، تم الاعلان عن بدايه الدوري انه بيكون في شهر 9 في كلام من الدوري بيكون مضبوط بناصر. احنا عارفين الكلام كله، حتى طلع انه ممكن يكون في تاجيل حق الفريقين الدحيل والسد، كلام كثير. طيب بس احنا نتكلم على الواقع حاليا، ما في اي شيء من بدايه 1/9 لين تاريخ 14/9، احنا يفضل عندنا ان الدوري يستمر، لكن ما وضع الدحيل والسد في الموقف هذا. طيب انت حين احنا سالناك عن الريان والشحانيه وديتنا على انا ما يقول لك انا خايف ايه وديتنا على السد ودحيل ودوري ابطال اسيا. انا تكلمت من بدايه الموضوع قلت ان المباراه، قلت ان الريان عنده دافع، زين قلنا لك الشحانيه عنده دافع، المباراه منتهيه اخوي راشد، الريان حظوظه اكثر حظوظه اكبر انه بيتغلب. طيب على الشحانيه، انا لو مكان الشحانيه ومكان الخور اتوقع اني انا احافظ على لعيبتي عشان العب المباراه النهائيه. الله اوكي بين الخور والشحانيه. خالد مبارك الكواري يرد على استفسارك، يقول لك الدوري راح يكون في 3/9 وفي 3 جولات قبل دوري ابطال اسيا، وهذا بيان صحفي من الاتحاد القطري، دوري مضغوط راح نرسله لك ان شاء الله. فلا تحاتي انت بس الحين بعد عندك مباراه الشحانيه، بنفوز ان شاء الله نفوز. المباراه منتهيه عموما. انا بس الامانه احب احيي الكابتن نبيل، الامانه اللي قام بدور كبير وجبار وتحمل المسؤوليه انه يستلم فريق الشحانيه، وهذا يذكرني اصلا بالموقف اصلا المماثل العام اللي قام فيه الكابتن وسام رزق، وصراحه واثبتوا ان المدربين الوطنيين على قد المسؤوليه. مبارك ليوسف ادم على حصوله على المركز الاول وصعوده لدوري الاضواء. شكرا. ان احنا من اتحاد كره القدم انه يعطي فرصه اكثر حق مدربين انهم وصل يبدعون في اي محافل. شكرا لك ابو ناصر. شكرا لك حسن العتيبي. ايضا اشكر اخوي خالد الكواري اللي ارسل لي البيان من الاتحاد القطري اللي يعني مذكور فيه ان الدوري راح يكون في تاريخ 3 مثل ما نوه لي ايضا عادل الملا، وايضا ذكر لي خالد ان هناك 3 جولات راح تكون مضغوطات قبل بدايه دوري ابطال اسيا. انا وصلت للختام، ايش عندنا سعيد؟ حلو عقبه. حلو عادل الملا، توقعك الجوله القادمه بالنسبه للمباريات؟ اوكي توقع الجوله القادمه عكس شنو تتوقع؟ السعود والقمه. لا السعود والقمه في مباريات. عفوا يا اخي، عفوا دورينا لا تقول كاس العالم، احنا لا عندنا لا دورينا. يعني انت تفكيرك لا لا معلش اليوم هل الشحانيه لحظه اليوم هل الشحانيه مباراتهم الجايه اهم من اي مباراه في كاس العالم؟ صحيح. اليوم الخار، اليوم الريان عندهم الجوله القادمه 100% كلامك. انا اقول حق عادل، انت وين سرحان؟ مش سرحان، ها السؤاله مش محدد، فانا رحت للقمه والقاع. عطني لا عطني المباريات كلها، السلي والعربي. العربي اقرب اذا اكتمل كميه الصفوف ان شاء الله. الاهلي والوكره اروح قريب للتعادل. السد قطر والسد، قطر السد في افضليه للسد اكيد. المصلال وغرافه، هذه المباراه انا اقول قول الغرافه ضمن كل شيء، فاعتقد الدافع وكل الامور طبعا موجوده للمصلال، وفريق مصلال متطور. شحانيه والريان، شحانيه والريان خايف. انا هذه عليها خايف على الريان، خايف على الريان. اوكي يعني افضليه للريان شويه، ولكن مباراه صعبه. صعبه واللي وراها بعد اصعب. دحيل والخور اصعب. خالد نبدا مدحيل والخور. دحيل والخور ايه خالصه
خالصة. الشحانية الريان خالصة. خالصة. الريان. أم صال غرافة خالصة. خالصة. أصلاً بدون ما تعرفون حق من، بدون ما تعرفون حق من، هي خالصة. بس ما نعرف. بس السلعة. ما ندري. لا لا سلعة مصر. لا لا أنا أفهمها أنا أفهمها. قطر والسد. لا لا الجمهور ويا. قطر والسد. قطر والسد. خالصة. لا فايز السد. خالصة. خالصة. الأهلي والوكرة. الأهلي والوكرة. الوكرة فايز. السلية العربي. السلية فايز. طبعا هو لما قال المصلال والغرافة خالصة يقصد المصلال. غرافة. الغرافة. صح. اوكي. احنا وصلنا للختام. وحلقتنا خلصت ايضا اليوم. احنا عندنا الحلقة الجاية نقدر نتكلم عن انتخابات نادي قطر صح؟ 24 هم. اوكي. حلقتنا الجاية راح نتكلم فيها اكيد عن انتخابات نادي قطر اللي راح تكون تاريخ 24 والقائمتين مثل ما قلنا قائمة سعد الشيخ حامد بسحيم وقائمة سعد الشيخ جاسم محمد بن ناصر وتاريخ 31 راح تكون انتخابات 30 أو 31 نادي العربي. شكرا لك عادل ملا. شكرا أبو عبد الله. و ترى ما عزمتني أنت ها؟ أنا سمعت أنك عزمت لاميين وكذا. مسكر الجواب. أوكي. أبو محمد عندك وقت سجل ملاحظة سريعة؟ خلاص باقي عندي 50 ثانية بس. شكرا. تفضل. زين أقل من 30 يعني الانتخابات ثانية. لما نحطها في 25/8 و 31/8 24/8 و 31/8 أوكي يبقى لي من الدوري شهر. كيف هذا مجلس الإدارة الجديد؟ وين شهر؟ ثلاثة أيام. خلاص سوري ثلاثة أيام. كيف مجلس الإدارة الجديد راح يأخذ لعيبة يسجلها للموسم القادم مثلا لو تغير الرئيس؟ كيف؟ عطني إياها وفكر فيها أنت على أساس تقولها بعد. شكرا لك خالد سلمان. أشكرك عادل ملا. أشكركم أيضا. أشكر فريق العمل. موعدنا معاكم يوم الأثنين القادم. مواضيع جديدة وإثارة جديدة في دورينا بإذن الله. إلى ذلك الحين لكم تحياتي فمان.